ولا دار تقريبا تتموت فيه سبعة تتموت فيه أربعة على الأقل. مشاو ليا 8 الناس. والدي ماتوا الحمد لله بعد ملي بقاو غير خوتي الحمد لله. تقريبا 140 دار ما بقى فيها شي حاجة. حتى شي دار ما بقات. الناس ها هما كلشي ميتين. الديور كلشي طاحوا. 84 استفنا هكا 84 واحد. الآن الناس باقي لحد الآن كاينين تحت الأرض. متتبعي اليوم 24 دائما منقلب الحدث فاجعة زلزال الحوز. احنا الان نتواجد بدوار تفكاغت ضواحي امزميز جهة مراكش. هالدوار انهار بشكل كلي، المنازل سقطت فوق رؤوس اصحابها، ازيد من 100 شخص لقوا مصرعهم. شهادات استقناها مؤلمة ومحزنة من طرف ضحايا ومن طرف ناجين. لنتابع دوار تفكاغت نواحي مراكش فوق امزميز بشويه. الناس ها هما كلشي ميتين. الديور كلشي طاحوا. كلشي بحال هكا. حتى شي دار ما بقات. جيرانكم ماتوا؟ كلشي مات. والدي ماتوا الحمد لله بعد ملي بقاو غير خوتي الحمد لله. هذا الشيء اللي عطى الله. وسميتو اش بغيت نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. الان الناس باقي لحد الان كاينين تحت الارض. لحد الان كاينين دابا الناس تحت الارض وخانزين. البارح حنا ملي تندفنوا الوالدين ما كاينش اللي يعاون. كاينين الناس ولكن ما تيديروا والو، فهمتي؟ حنا اللي جبنا والدينا، حنا اللي جبناهم. واقفين دوك اللي مسؤولين واقفين هكا ولكن ما قدروش. حنا اللي جبناهم، حنا اللي دفناهم. قسما بالله الا انا وخويا قلت لي حتى نشموا الريحه. انا وخويا قلت لي ما بغيتوش تعاونوا احنا نحفروا. حنا حفرنا راسنا، حفرت بيدي، هزيت التراب، هزيت الحجار، هكا تنقول لهم عالعار جيبوا لينا غير سميتو، جيبوا لينا غير الحجار. بلا عدد كل دار تقريبا تتموت فيه سبعه تتموت فيه اربعه على الاقل، فهمتي؟ على الاقل تيشيت واحد فسميتو. هاد السيده هو مات ليه مرتو وباه وجوج بنات واقيله، والاخر خوه مات ليه، كلشي مات ليه، بقى ليه واحد الولد. مات ليه المراه وسميتو، واحد السيده وحده مات ليه المراه والدراري كاملين. تنقول لك الدار اما تبقى المراه اما يبقى الراجل فقط، الشيء اللي كاين. والاخرين هما في السبيطار تيجيبوهم لينا دروكا ميتين. 84 استفنا هكا 84 واحد استفنا بحال هكا بحال السردين. واحد العيالات بوحدهم عزلناهم، والعيالات والبنات عزلناهم، والرجال والدراري عزلناهم واحد القنت بحال هكا. صلينا عليهم الظهر، جاو الدراري تيحفروا شي 10 الناس باش تيحفروا، 10 تيحفروا، 10 تيحيدوا التراب، واللي كمل من سموت اللي داروا الكفن ديالو تندفنوه. تقريبا قالوا لي قبيله 102 ولا 100، هادشي اللي قالوا لي قبيله الدراري. اي ليه بين الدراري والبنات والعيالات وكلشي. وانا ساكن في مراكش، ما ساكنش هنا، ولكن انا ولد الدوار بحال اللي كان تيقولوها لي. الدوار بحال ما بقاش. ما بقاش فين هو؟ تقريبا 140 دار ما بقى فيها شي حاجه. حد جامع ما بقاش. صبحوا الناس مسردين، انت شفتيهم. دايرين دابا القياطن وقاعدين ومساكين. مشكل ما عندهمش. مشاو ليا 8 الناس، فيه الوالد واختي ولدها عنده 16 عام، مرت خويا وجوج بناتو، ومرت خويا حتى هو جوج بنات ديالها. المهم دابا من هذا الدوار هذا راه غير باش عايش. البنكه ديالو الفلاحه والكسيبه، هذا هو البنكه ديالو. وكاين شي حاجه اخرى من برا تيمشيو الناس تيخدموا تيرجعوا، ولكن هادشي ديال البنكه ديالهم هو الفلاحه والكسيبه. الكسيبه دابا راه كلشي تهدمات، كلشي تهدمات. كاين اللي مشى ليه العائله فيها اربعه، كاين اللي مشى ليه ثمانيه، كاين اللي مشى ليه سته، كاين اللي مشى ليه غير واحد، كاين اللي ما مشى ليه والو، ولكن الاكثريه مشى ليه. جوج ديال اللي جيت انا واختي كاينه اسميتو، جيت انا واختي كاينه فاسميتو فاسميتو في الفيلاج. طلعنا انا وياها تنعتقوا باقي عباد الله. عتق دوك اخويا اللي بقى ولا اخويا الاخر عتقوا الواليد، دينا للسبيطار ما تعتقش. دفناه اليوم، عطاونا لابيلونسات موجوده، سميتو الماكله موجوده، ولكن دابا الناس وقت البرد هذا السكينه ما كاينش. ولا اله الا محمد رسول الله. هذا الشيء اللي عطى الله، حنا ما رضينا بداك الشيء اللي عطى الله، ولكن
يشوفوا المسؤولين الله يجازيهم بخير، حيت العائله راه مكرفسين الناس بزاف، يديروا لنا الزنقه والبرد الدراري الصغار هذوك اللي تيدلجوا تيمشيو للترابي ولا لا يلا الحمد لله على ما عطى الله، ولكن الا كاين شي سميتو من عندهم الله يجازيهم بالخير.